خلصتي الغدا ولا لسه؟ هو يا ولدي، لا ما عملتش غدا النهاردة. ايه ده؟ انا جعان قوي النهاردة، حمام نسي يجيب اكل مع المدرسة فانا اديته نص سندوتشاتي. احنا معزومين على الغدا في بيت عمك، اصل شبلي ابن عمك اتخرج من الكلية وعاملين له حفلة النهاردة. ايوه كده، دي العمة تكينة احسن واحدة بتعمل ملوخية وكشك في النوبة كلها. بتعمل الملوخية احسن مني يا بكار؟ ها؟ لا انتي احسن. ازاي يعني؟ ايوه كده. مبروك يا شبلي، انت اتخرجت من كلية ايه بقى؟ من كلية الفنون الجميلة قسم نحت. ودي تشتغل بيها ايه؟ بنا ولا مجاول؟ لا ده بيقول لك فنون جميلة يعني هيزرع بلح جميل. ايه ده؟ انتوا بتتريقوا عليا؟ عيب يا شبلي، دول جايين يباركولك وبيهزروا معاك. هيشتغل نحات يا عم جردوني او مرمم اثار. اهو العيل الصغير عارف، بس انا مش هشتغل في الترميم، انا نحات فنان موهوب. يا ابني بس ده مش شغل، المفروض تشتغل شغلانه بجد تاكل منها عيش. الاخلاص للفن شغل طبعا، واني بدات اشتغل من دلوقتي فعلا. في ناس طلبوا مني ان انحت لهم تماثيل مقابل فلوس، يبقى شغل ده ولا مش شغل؟ يعني انت بدات تنحت تماثيل بجد؟ طب انا عايز اشوفها. تعالى هوريها لك. ويندي وكان ناري بينجو بلا ناري حتى دور السار ويندي لا ويونا. ياه ايه ده؟ ده متحف. التمثال ده اصلي؟ لا طبعا يا بكار، اني صورت الاصلي ونحت زيه، ده كان أول مشروع ليا في الكلية. ده شكله زي الأصلي بالظبط. أنا بعرف أجلد أي تمثال ممكن تتخيله، بس مش هي دي الحاجة اللي أنا عاوز أعملها. أمال أنت عاوز تعمل إيه؟ نفسي أبقى زي محمود مختار، عارفه؟ لأ. ده أشهر نحات في مصر، عارف تمثال نهضة مصر اللي قدام حديقة الحيوان اللي في الجيزة؟ هو اللي نحته. بص أنا نحت واحد زيه بس صغير. ايوه انا عارفه، ده شبهه بالظبط. محمود مختار ده نحات عالمي، ليه تماثيل كتير قوي ومعمول له متحف باسمه، مع انه مات صغير سنه 1933، لكنه مشهور جدا وله شغل كتير. اني بقى نفسي اعمل تمثال ويبقى مشهور زي تمثال نهضه مصر كده. ان شاء الله تبقى زيه. والتمثال ده هو اللي عمله؟ لا ده الشغل اللي حكيت لكم عليه، قابلت واحد وطلب مني أجلد له التمثال اللي في الصورة دي وهيديني 250 جنيه. بس خلي بالك لا يكون بيتاجر في الآثار المزورة. لا ما تخافش، هو قال لي إنه بيجربني الأول، ولو عجبه شغلي هيطلب مني تماثيل كتير يبيعها في المحلات والبازارات للأجانب. طب هو ينفع الون معاك التمثال؟ اصلي بحب الرسم والتلوين جدا. اوعدك يا بكار لو الراجل عجبه شغلي هجيب لك الوان مخصوصه بالفلوس اللي هيديها لي، وهخليك تلون التماثيل وتتعلم وتساعدني كمان. بجد؟ هي يا رب يعجبه شغلك يا شبلي.